في جديد الحرب في أوكرانيا، تعتبر روسيا سيطرتها على لوغانسك انتصارا مهما لقواتها شرق أوكرانيا، كما تعتبره أيضا نجاحا لاستراتيجيتها العسكرية المتمثلة بقوة القصف والتقدم التدريجي على الأرض. هذه الاستراتيجية يتم تكرارها اليوم في مناطق دونيتسك، حيث تقول السلطات الأوكرانية إنها تعرضت لقصف شديد للغاية في مدينة سلوفيانسك، وحضت أوكرانيا سكان المدينة على ترك المنطقة مع اقتراب خط المواجهة من هذه المدينة. معركة تشبه معارك الحرب العالمية الأولى، هكذا صاغت نيويورك تايمز المواجهة الروسية الأوكرانية على خطوط الشرق مع الاختلاف في تقدم الأسلحة. تقول مصادر أوكرانية لنيويورك تايمز إن القصف الروسي استمر في معركة ليسيتشانسك 5 أيام قبل أن تبدأ روسيا في التقدم بالمشاة والدبابات. تشير المصادر العسكرية إلى أن القادة الأوكرانيين يعرفون من أي نقطة سيتقدم الروس بسبب تركيز نيران المدفعية في منطقة واحدة قبل الاختراق، لكن هذه المعرفة لا تفيدهم للتصدي للروس. أما الدعم الجوي فهو عنصر غائب بسبب امتلاك الطرفين لأنظمة دفاع جوي كبيرة في الشرق، ما يدفع معظم الطائرات والمروحيات إلى التحليق على ارتفاعات منخفضة، وهو أمر خطير. روسيا تغلبت على ذلك باستهداف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا بصواريخ كروز. مصادر استخباراتية غربية تقول إن القتال يكبد أوكرانيا مئات الضحايا يوميا، لكن لا يمكن إعلان ذلك حفاظا على معنوياتهم، مشيرين إلى أن روسيا تخسر المئات أيضا.